على طاري أبساسة، أبساسة قبل شوي هذا يلا خلنا طالعين انا واحد من عيال انت قهوه طلعنا عقبها جاب ينزل للبيت. اول ما دخلنا حارتنا الا فيه قطوه ابيض يمشي انا ما اعرف له، عرفت هو يعرف، عارف اشكاله زي كذا وان هذه زينه بحر اي بيضه 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 زبده بس حلوه والله ما ادري والله انا غاليه. احنا براس حارتنا وحارات يعرفوني يا ولد كويس فهمت، وانزل حق لي بالسه ويلبك طال عمرك عند بيت جار لنا عرفت، وينزل قفاض العاون الحق ما تلحق. قلت والله لو اني وشو دب انا قمت خاض خضي يا ولد وانا قاعد الحق لي بالسه راح ويلحق طال عمرك الزبده ويجوده وياخذه ويرجع قلبه وين من زين لمسه من زين شكله يا رجل من زين اي يزين حتى يا ولد من زين ما يزين مو زي ابو عين هذاك جاين عليهم بالهوايش لين ازرق اي والله هذاك اللي محقق حقد الدنيا ومقطوع ذيل وصام العايز داعس يموت رفاقع راسه مروحه جمس وطالع من داخل كل موتر ويمشي هذا كويس ما شاء الله عليه يا ولد كيوت اي قلت ولد نزل نزل قال طيب قال والله لو ما ادري وش هو نوع ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه لو حقت التمر هذه صوره وان شاء الله باكل موقع ويبيع اي شيء ما شاء الله عليه اي شيء يبيعه اي شيء يبيعه والله العظيم ويجلب لك البسه جابت له 3000 3000 وما ادري كم نزل بالموقع اللي خليه يقشطها على طاري بس طبعا حرام بدينا ياكل اكله الكرفس ذا ما ادري ايش اسمه الكرفس كرفس ذي بسه صغيره داخل البيت.